السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة ملوك ساد. النهاردة معانا فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن تردد قناة بتول كيدز بعد التعديل على قمر نيلساد 2023. النهاردة معانا التردد الجديد لقناة بتول كيدز. طبعا في الفترة الأخيرة تم تعديل بعض الترددات لبعض القنوات، ومن ضمنهم تردد قناة بتول كيدز على قمر نيلساد. التردد الجديد لقناة بتول كيدز هو 12521، تردد تاني 12521 مع معدل ترميز، وهيكون 27500، والاستكتاب هيكون رأسي أو عمودي اللي هي حرف الفي. تردد القناة هو تردد للأسف حزمة شبكية، ولكن إشارته قوية جدا. تردد 12521 رأسي مع 27500. ويلا بنا نبدأ نعمل عملية بحث ونشوف تردد القناة. انتوا شايفين كده، عشان نبدأ نعمل بحث عن تردد قناة بتول كيدز، أول حاجة ندوس على زر منيو اللي هو القائمة. بعد كده بنختار كلمة إنشاء قناة، وزي ما انتوا شايفين كده بنبدأ نكتب الترددات والتردد اللي احنا قلنا عليه. تردد قناة بتول كيدز هيكون هو 12521، تمام كده. وهنكتب 27500 برضه، وهنكتب الاستكتاب عمودي، ونبدأ نغير، نخلي دي حر مجاني، وندوس اوكي. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، التردد بيبدأ ينزل معانا اهوت. بنصبر كده لحد ما يبدأ ينزل القنوات، وبالفعل القنوات نزلت معانا. هنبدأ نبحث في القنوات دي عن تردد قناة بطوط كيدز. عن قناة بطوط كيدز هتلاقي القناة موجودة عندك في قائمة القنوات. ده كان تردد قناة بطوط كيدز على قمر نيلساد 12521 مع معدل ترميز 27500 عمود. في النهاية يا بيت الناس، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.